قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود. أبو بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف وهو إمام، يعني مما وقفنا عليه البارحة. في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله من الكامل لابن عدي قال: الكلام في أبي حنيفة إجماعة العلماء، أو الطعن في أبي حنيفة إجماعة الوقيعة، الوقيعة في أبي حنيفة إجماعة العلماء. وذكر أنه تكلم فيه الأوزاعي إمام الشام، والثوري إمام الكوفة، وابن المبارك إمام خراسان، والليث إمام مصر، وفلان إمام كذا، وفلان إمام كذا، ومن معهم من العلماء، فاعتبره إجماعا، إجماعة العلماء، إجماع العلماء. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج ثم برئ فأعقل ما كان قد هاج به. يعني التوبة من مرض الرأي كالعافية من الجنون، فإن الرأي شبه جنون، يعني خاصة في الأقوال. وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن أبي داود قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تكاد ترى أحد النظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل. وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن مشابه للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على حملها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه، واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء منها ما أخبرنا به خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. فيه بعض الضعفاء هو ليث بن أبي سليم، والظاهر شريك أيضا إن كان هو القاضي النخعي. وقد دل القرآن على النهي عن السؤال عما لم يكن: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. من الكامل اقرأه. لا أنت اقرأه. لأن إمام البصرة أيوب السختياني وقد تكلم فيه، وإمام الكوفة الثوري وقد تكلم فيه، وإمام الحجاز مالك وقد تكلم فيه،
وإمام مصر الليث بن سعد وقد تكلم فيه، وإمام الشام الأوزاعي وقد تكلم فيه، وإمام خراسان عبد الله بن مبارك وقد تكلم فيه. فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الآفاق. طيب، هذا هو النقل كامل ابن عدي في المجلد، طبعا التي عندي أول المجلد السابع، ترجمة النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله. هو من أئمة الدين، لكن الكلام فيه لا ينكر، الكلام فيه مشهور. ففرق بين أن يكون الإنسان مثلا تكلم فيه مثل هؤلاء، وأيضا عنده إرجاء معروف بالإرجاء، والإرجاء بدعة، وهم يرون أن من تكلم فيه كأنما يعني أتى أمرا عدا. ماذا تقولون في هذا الإجماع؟ أقول بعض الناس يتكلم بغير علم، هوى، والله هوى. صحيح، قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا، جزاكم الله خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.